من أكتر الوجوه والأسماء اللي اسمها بيتقال بقاله كده إيه سنة في عالم الميك اب، ونسأل فلان ونسأل علينا الله حلو قوي من عنده، كمان السيلابريتيز أو النجمات حتى مية حتى فين حتى كذا عنده بشوي. أندراوس منور النهاردة بشوي، بنور حضرتك. وبشوي عمل الحلقتين معانا، الحلقتين كسروا الدنيا، وان شاء الله دي كمان الحمد دي. لله. اهلا وسهلا، نص ونص الوجه والوجه الاخر. احساسك ايه باللي هو عامله فيكي ده؟ يعني بصوا يا جماعه، اللي بيحصل دلوقتي اللي بيحصل انه بشوي قبل الهوا عمل نص. عملت ايه بشوي؟ احنا عاملين نصف وش الميك اب اللي اكتريه البنات بتعمله، الميك اب كتير، ميك اب مش معمول له دمج، الاي لاينر بطريقه غير صحيحه، البلاشر والكونتور بطريقه كتير، كل الخطوات الخاطئه اللي البنات بتعملها، فبيطلع شكلها كله نفس الطريقه دي اللي هو الناحيه اليمين. انت هتعمل لنا بقى، ايوه بصي كده يا بنتي، لا حول ولا قوه الا بالله، هم بيعملوا مش ممكن يكونوا بيعملوا كده، في بنات كتير بتنزل نفس اللوك ده. طيب يا بنات يا حلوين، تعالوا بقى نشوف دلوقتي بشوي أندراوس ورانا قبل الهوا عمل. ممكن كده تكلمني سريعا واحده واحده ايه الحاجات كلها الخاطئه اللي في اليمين؟ تمام، ان البنات مثلا عموما بترسم الحواجب تبقى كلها خط واحد، لون غامق جدا مش مناسب مع شعرها او مع لون بشرتها، بيبقى تقيل جدا. الاي شادو مثلا بيحطوا اي شادو، ما ينفعش ان هم يحطوا الاي شادو على طول، لازم يحطوا تحتيه بيز ككونسيلر او مثلا فاونديشن او حاجه، ما ينفعش نحطه كده مره واحده. الا لما المفروض كمان لما بنيجي نحط الاي شادو المفروض بنعمل له بلاندنج مع الالوان كمان. الدمج لازم نعمل له دمج مع الالوان عشان يبقى شكله طبيعي وشكله احسن، يعني مش واخده بوكس يعني. بالظبط. والاي لاينر كمان لازم نشوف طريقه مناسبه، ان في بنات كتير ما بترسمش الاي لاينر بخط صريح او خط مظبوط، المفروض ان احنا بنرسم خط اي لاينر يكون مظبوط ومش كتير ومش تقيل ومش واصل لغايه خط الحواجب. صح، تمام. تاني حاجه بقى الكونتور مثلا. بصي الكونتور بيحطه غامق جدا وما بيعملوش دمج ان هو يبقى شكله مناسب مع البشره. زي كده كتير جدا وبيفتحوا تحتيه ان هو يبقى واضح جدا وشكله مش طبيعي. والفاونديشن كمان درجة أفتح من بشرتها، ان هم معتقدين ان هي الدرجة الأفتح هي بتبقى أحسن، لكن هو ده طريقة مش صحيحة. والروج كمان بيحطوا روج بيكبروا أكتر من الخط بتاع الشفايف، فده طبعا بيدي في الآخر الشكل ده. شكرا يا أستاذ بشوي، شكرا. اتفضل حضرتك قول لنا بقى الخطوات الحقيقية الصحيحة. يلا هنبتدي. أول حاجة هنبتدي بالحواجب. يلا. وهنسرح الحواجب لفوق. ومش لازم ان احنا نملى الحواجب كلها، احنا بس بنعمل خفيف جدا، بنملى الفراغ اللي عندنا او بنصحح شكل الحاجب، مش شرط ان احنا نملاه كله. ده بلون ايه بني؟ بلون اي شادو بني. اوكي، يستحسن لان الجل بيدي اللوك ده لو احنا ما عرفناش نرسمه كويس. وبنجيب مسكره تبع الحواجب جل عادي وبنصرح شويه لفوق. برافو عليك، هذا فرق فظيع. تاني خطوه للبنات برضو بيعملوها، ان هما ما بيحطوش كونسيلر قبل ما يحطوا الاي شادو. غامق، لازم نحط كونسيلر قبل ما نحط الاي شادو ويكون مناسب مع البشره، ما يكونش فاتح كتير. اي لون كونسيلر يا بشوي ولا لون كونسيلر معين؟ اللون كونسيلر يكون مناسب مع البشره، هو بيكون افتح من البشره شويه. طيب، بس ما بيكونش فاتح كتير. اوكي، تمام. يا نهار ابيض على الفرق. هنبتدي بدرجات الاي شادو. يلا. اللي هي الالوان الدافيه الترابيه بيسموها. الترابيه بالظبط.
وبندمج على قد ما بنقدر عشان في الاخر يبقى الشكل شكله احسن. وبنفتح زي ما احنا عايزين. وده سهل انا احطه لنفسي بالطريقه اللي انت بتعمل بيها دي؟ سهل جدا، بس احنا لو حفظنا احنا بنحط ايه او بنفتح بايه او الدرجات اللي احنا بنعملها ايه، فهو احنا بنقعد نعمل تيست تجربه يعني. بالظبط، ان احنا نحط الفاتح الاول بعد كده ندرج الالوان اللي احنا بنحطها. هنمط شويه وهنفتح شويه زي ما احنا عاملين في العين الثانيه. مش شرط ان احنا نحط الالوان الفاتحه مثلا او الجليتر او ان احنا نحطها نوصلها لغايه اخر الحاجب زي ما عاملين في العين الثانيه، احنا بنحط عادي بطريقه بسيطه جدا على الجفن المتحرك. هنيجي لخطوه الايلاينر. ايوه عايزه اشوف الفرق في خطوه الايلاينر. خطوه الايلاينر احنا مش هنحط خط العين كلها، حتى لو احنا ما بنعرفش نعمل ايلاينر، ده اكتر ايلاينر بيناسب البنات كلها. هنحط خط رفيع كده وهنرجع بيه على خط الرموش وانت اصلا مركب الرموش بره العينتين. ايوه عارفين احنا الحركه اللي انت علمتها لنا دي اللي انا طول بقيت بعملها. بالظبط، ده فرق عظيم. وفي نفس الوقت الشكل مش كتير والشكل كويس للعين. كمل وش نفس الايلاينر، افتحه بس تحت. هنيجي دلوقتي ننظف تحت العين من كل من اي اي شادو وقع معانا، وهنحط الكونسيلر. الكونسيلر البنات كلها بتحط منطقه العين كلها، لا احنا مش عايزين كتير عشان ما يخططش معانا لاخر اليوم. هنحط خفيف جدا لو حسينا خفيف نحط نزود شويه، بس ما نكترش عشان ما يكونش نفس الطريقه دي ويخطط بعد شويه. وهنحط الالوان اللي احنا حطيناها فوق هنحطها نفس الالوان هي هي من تحت. بتسموه ايه ده؟ بتسموه ايه؟ سموكي اللي تحت العين. سموكي، لا سمدج. سمدج سمدج. بنفتح عند بطن العين. اوكي، عشان يبقى المنظر كده. اهم نقطه البنات بتنساها ان هي ما بترطبش بشرتها كويس قبل ما تحط الفاونديشن، وده بيخطط معاهم وبيعمل خطوط وما بيبقاش شكله احسن حاجه. فاحنا دلوقتي هنرطب البشره كويس جدا. في حته كريم انا ممكن اقوم ايوه وهنا كمان، بس خلاص انت اشتغل وانا اوكي هتصرف لك انا. هي اعملها لك انت موزه وقمر كده على الناحيه بتاعتي والناحيه الثانيه برضه كشتها. خلاص ممكن تطلعيها بقى تاني قدامي كمان. وهنحط بعد ما بنحط المرطب بشرة بنحط البرايمر. البرايمر مهم جدا قبل الفاونديشن، ان هو بيعمل طبقة عازلة ما بين الفاونديشن وما بين البشرة، وبيرطب البشرة برضو وبيقفل المسام لو كان في مسام يعني. البرايمر. البرايمر. اوكي. وهنحط دلوقتي الفاونديشن. الفاونديشن مش شرط ان هو يكون فول كفرج، احنا ممكن ان يعني تغطية كاملة. تغطية كاملة المفروض يعني الفاونديشن كل ما يكون خفيف كل ما يكون أحسن، يبين الوش أكتر كل حاجة بكميات قليلة ويكون مناسب مع البشرة.
وبنوزع برضو، بندمج كويس جدا. ويستحسن نستخدم سفنجة او بيوتي بلندر عشان احسن ما بنحط بايدينا، ان انا عارف ان في بنات كتير بتحط الفاونديشن بايديها. بعد كده شوية كونسيلر، برافو عليك. والكونتورنج كمان تبع البشرة، في ناس بتحط الكريمي، فأنا بشوف إن الكريمي كتير قوي وتقيل على البشرة، فيستحسن إن احنا نعمله أحسن بالباودر، بالكونتور الباودر أحسن. دلوقتي هنثبت البشرة. هتثبتها بإيه؟ بلوس باودر، مش كومباكت باودر، مش الباودر اللي هي المضغوطة، اللوس اللي هي خفيفة. الخفيفة دي بتبقى أحسن للبشرة، ومش هنحط كتير، احنا قليل جدا، احنا بس بنثبت اللي احنا عملناه. يعني انت تفضل ان هي لما تيجي تشتري باودر او بودرة تشتري اللوس باودر. بالظبط. البودرة السايبة. شفافة بقى. شفافة. شفافة. احسن عشان دي بتناسب جميع انواع البشرة، عشان لو ما حدش بيعرف ان هو يختار. بالظبط. وهنجيب. ده الكونتور الباودر. ده بيبقى احسن وبيبقى سهل كتير مع بنات، يعني احسن ما تحط الكريمي، والكريمي بيحتاج دمج كويس جدا عشان يبقى شكله في الاخر مظبوط. بصي برافو عليك، شكلها وشها طبيعي جدا. هنا شويه. وبنحط البلاشر. البلاشر ما ينفعش نوصل البلاشر للاخر، هنا لاخر الخد. دي طريقه مش صح. الصح واحنا بنحطه في الاخر على عظمه الخد. ربي ده فرق فظيع. اوكي. وبنرجع نحط الهايلايتر عشان البنات كتير بتحبه. هنا من الاخر، مش لازم نوصله لقدام، عند الخد، علشان بيظهر شكل المسام اكتر، فاحنا بنحطه هنا على اخر عظمة الخد، تحت العين شوية، تحت الحاجب. فاضل ايه؟ دلوقتي هنحط الماسكرا بس تحت العيون. ماشي. انا هموت واشوف النتيجة. وبعد كده طبعا مش هنحط ارواج لون روج زي الاحمر او الالوان الفاقعة قوي، فخلينا شوية مع الالوان النود والبينك، تبقى احلى وشكلها حلو. وكمان ان في بنات كتير بترسم عايزة تكبر شكل شفايفها، فبتكبرها بتطلع برا الخط بتاع الشفايف، فلا الاحسن ان هي ترسم على الخط بتاع خط الشفايف بالظبط عشان تكبرها. لو هي عايزه تصغرها وفي شفايف كبيره وعايزه تصغر من جوه الخط تبع الشفايف. خلاص كده احنا خلصنا. استاذ حاني تبص هي فين معلش عشان يبقى زي ما هي، ولا تبص فين؟ لا لا خليكي انت كده، تبص فين؟ هي دي. بصي على شغلك، بصي على شغلك على السكرين. فرق فظيع 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 فظيع. بشوي انت نورت نورت. شكرا. وحلو قوي اللي انت عامله، وانتي قمر قمر
يمين وشمال يعني، فاهمه وجه يمين وجه شمال قمر. بس يا جماعه عايزين نقول البنات والستات الحلوين زي ما انت زي ما قايلكي بصه كده، بصوا بشوي قال ايه في الاول الطرق الخاطئه او الاساليب الخاطئه في ان احنا نحط المكياج على وشنا ونتجنبها، وهو اداكي الطريقه الناحيه الثانيه اللي هو على النص الشمال دي الطريقه الصحيحه ازاي تحطي مكياج. انتوا قدامكم اهو قدام عينيكم، كل ما الميك اب يقل ويتحط صح احلى بكتير بالظبط من ما يكون كتير وما يكونش مظبوط. بشوي اندراوس نورت نورت نورت، ميرسي ميرسي ميرسي، وانا فخوره وسعيده بشغلك جدا، بتابعك طول الوقت وحاجه في منتهى الروعه والله. شرف ليا والله. نورت يا قمر. مشاهداتي عزيزاتي وبناتي الحبيبات، بشوي اندراوس ورينا ايه نص اليمين الحاجات الغلط اللي البنت بتعملها وهي بتحط مكياج، النص الشمال الطريقه الصح. مشاهداتي عزيزاتي وبناتي يا حبيبات، فاصل قصير جدا بنرجع لكم من هنا وبس.